مرحبا بكم معنا اليوم في الافتتاح ديالنا للمحل ديال الفطائر اللي الاسم ديالو فطائر امير على سميت ولدي. هذا هو راجلي، هو اللي مكلف بالمشروع، هو اللي الفكره كانت من عنده، وكنتمنى يعجب الناس كاملين. وحنا يعني حنا باقي راك كيف ما كتشوف، حنا باقيين صغار يعني، وبدينا دقه بدقه. كنتمنى من الله المشروع ديالنا ينجح. هذا الشيء اللي كاين. كيفاش جاتكم الفكره ديال هذا المشروع؟ هي بصراحه حنا الفكره الاولى اللي كانت عندنا كنا باغيين نديروا قهوه. من بعد فكرنا، قلنا زعما بما انه جاي دابا رمضان، وبالنسبه للماكله هي اللي كتمشى بزاف، يعني اي واحد راه ما كاينش شي مغربي ولا مغربيه اللي ملي كيكون خارج الزنقه يعني كيقول راه خاصني نمشي ناكل صافي. وبما ان رمضان قرب، يعني الناس كيحتاجوا المسمال، الحرشه كيحتاجوا، ليكاش كيحتاجوا، البيتزا صافي. جاتنا الفكره اننا نديروا الفطائر. هادشي اللي كاين. واش زعما واش هذه هوايه ديالكم ولا غير زعما واش نتوما يعني اصلا هذا كان الدومين ديالكم ولا لا؟ ماشي الدومين ديالنا، جات الفكره وكنت من انها من الفكره تولي شي حاجه ليا كبيره. وعلاش لا ما توليش، ما تبقاش غير، ما يبقاش عندنا غير محل واحد، ولاو عندنا بزاف ديال المحلات ان شاء الله بحول الله. شنو تقدموا للناس في شهر رمضان؟ في رمضان نقدروا نديروا الفطور، هذه كفكره كنوجدوا ليها. الا ما كانش فطور ابغ، يعني الفطور يقدر يكون يقدر ما يكونش. غادي نديروا ان شاء الله بحول الله، غادي يكون الحوت، غادي يكون البسطيلات صغار، غادي يكون البيتزا، غادي يكونوا ليكاش، غيكون البريوات، غتكون الحريره، كاين البغرير، كاين لي كريب، كلشي كاين، المسمن عامر، البطبوط ديال القمح، البغرير ديال القمح، وحتى السلعه باش كنخدموا يعني كاليتي. واخا في البديه كتكون قاصحه شويه، ولكن يعني النقاء ضروري بالنسبه للسلعه، ضروري السلامه ديال الناس هي اللي كتهمنا اكثر. واخا حنا في الاول نقدروا نخسروا شويه، ولكن قد ما كانت الكاليتي مزيانه وقد ما كانت السلعه مزيانه يعني حنا مزيان لينا. يعني شفناكم يعني دايرين حتى الشباكيه، يعني واش كاين شي اقبال دابا كتشوفوا كاين شي اقبال؟ اليوم يلا الافتتاح، والناس صراحه الناس تعاونوا معنا، وهذا ماشي خدمنا الحمد لله. الناس عجباتهم الخدمه، عجبهم البروجي، عجبهم النقاء، قالوا لنا زعما المحل نقي وكذا، ماشي قالوا لنا عمرنا شفنا شي واحد يعني داير محل ديال المسمن ديروا بهذه النقاء بحال هكا، يعني بالجوده، يعني شافوا الناس الكاليتي ديال الفورس اللي حنا دايرين، يعني عرفوا باللي كيف ما كنقولوا حنايا فورس سبيسيال، القمح حتى هو سبيسيال، يعني هادشي كيكون غالي شويه، ولكن كيف ما قلت لك قبيله حنايا الجوده هي الضروريه عندنا. الرسالة ديالكم دابا للناس والناس ديال الحي الحسني؟ الرسالة ديالي الناس ديال الحي الحسني كاملين، اللي بغى ياكل المسمن، ولا اللي بغى ياكل الحرشة، ولا اللي بغى يجي عند فطائر أمير، راه كاينين في البرانس حدا الجامع ديال أفغانستان. مرحبا بهم، مرحبا بهم كاملين، مرحبا بكلشي، ومرحبا بكم حتى نتوما. بالنسبة للناس اللي بغاو يبداو من الزيرو، يعني هي البداية كتكون صعيبة شوية، ولكن إلا كانت عندك العزيمة والإرادة راه كتوصل، غير يكون عندك أفكار إيجابية راه ضروري كتوصل، راه درجة، راه نقطة نقطة تكيحمل الواد.